والآن مع درجات الحرارة والطقس نتابعها مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك ريهام. شكرا لك ميرفت. والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشرقية. معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. ومائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 36، الصغرى 24، الإسكندرية 35، 23، مطروح 35، 23، بورسعيد 31، 24، الإسماعيلية 37، 23، السويس 36 24، العريش 32 24، طوبة 34 24، شرم الشيخ 37 26، الغردقة 39 27، الأقصر 41 26، أسوان 42 27، الوادي الجديد 41 28، شلاتين 39 28، وأخيرا حلايب 34 27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.